أنا الماتش ده مش مكيفني، يوزع ومش ممكن، وهاتها من الشبكة يا ماكمانمان. التعليق على الرياضة هو أسلوب حياة. أهلا مع معتصم، وتعالوا نحكي قصة تاريخ التعليق العربي. سلام الله عليكم وأهلا مع معتصم في برنامج حكواتي على شبكة سبورت 360 بلس. التعليق على الرياضة ما بدأ مع مباريات كرة القدم، وأول تعليق رياضي في العالم كان على لعبة رياضية حسب هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي، وبدأ سنة 1937 على مباراة ملاكمة بين ملاكمين إنجليزي وإيرلندي، والمعلق يومها كان هاري مالين، والتعليق أيامها كان إذاعي، يعني ممكن نحكي الإذاعة هي من أوجدت الفكرة بسبب غياب الصورة، فكان الجمهور محتاج يسمع وصف مباشر للمباراة سواء ملاكمة أو غيره. عربيا كان دخول التعليق الرياضي الصوتي مرتبط بشغلتين، الأولى انتشار الرياضة نفسها، والثانية الإمكانات التقنية. وصراحة قضينا وقت طويل جدا في البحث عن اسم أول معلق رياضي عربي بشكل رسمي سواء على مباريات كرة قدم أو أي رياضة تانية، حتى قرأنا في تقرير على صحيفة الشرق القطرية والوطن المصرية إنه أول معلق رياضي عربي هو محمود بدر الدين، وظهر على الإذاعة المصرية في منتصف الأربعينيات عشان يعلق على مباراة نهائي كأس الملك فاروق بين الزمالك والأهلي. من هنا ممكن نستنتج أكثر من شغلة، الأولى إنه الإذاعة هي فتحت مجال التعليق لأنه ما فيش صورة، الثاني إنه التعليق ما بدأ لكرة القدم، الثالث إنه مصر كالعادة هي السباق بمجال الإعلام، والسبب إنه مصر سبقت غيرها عربيا من ناحية تقنية ومن ناحية رياضية، فالأرضية الخصبة كانت متوفرة. في بقية البلاد العربية ظهر معنا الأستاذ زاهد قدسي كأول معلق رياضي سعودي سنة 1962 ميلادي. بداية التعليق أيامها كان جميل رغم أنه بدائي، لكن ما كان في فكرة الإفيهات، حتى جاء المعلق المصري علي الزوار وهو لاعب ومدرب كرة قدم، وبلش التعليق سنة 1959 على الإذاعة المصرية، وكان عنده إفيهات ولزمات حلوة زي يا ولد يا ولد إيه الحلاوة دي، ولما تعجبه مهارة لاعب يحكي عنه إحنا بقى بتوع اللغات، وما كان يخجل لما يشعر بالملل من المباراة يروح يحكي أنا مش متكيف مع الماتش ده، يعني بطريقة كوميدية يحسسك إنه الماتش نفس أرجيلة. هذا الأسلوب جذب الناس تستمتع وتستمتع بالمباراة، خف الدم وإفهاته خلته يأخذ لقب شيخ المعلقين. وفي سوريا عرفنا المعلق عدنان بوظو الأيقونة العربية الإعلامية، ومع انطلاق البث التلفزيوني في العراق والجزائر كأول دول عربية للبث التلفزيوني، كمان بدأ مع مصر في أوائل الستينيات، وهذا ساهم في تطور مسألة التعليق على المباراة في العراق. ومع بداية الستينيات ظهر إسماعيل محمد، وبعده تعرفنا على نجوم التعليق زي مؤيد البدري والمعلقين العرب. في هاي الحقبة كان عندهم ميزة مشتركة وهي الرتم البطيء، ما كان التعليق حماسي ومنفعل زي هاي الأيام، كان أقرب للهدوء، واللي ممكن نحكيه إنه كمان التعليق كان انعكاس للكرة والأداء، وهيك التعليق ما كان حصري في مصر رغم إنه إلهم الريادة. في فترة السبعينيات صار للمعلق الرياضي نجومية بدأت تنتشر كتخصص أقرب للمهنة. ظهر في مصر الجميل ميم الشربيني واللي أخذ التعليق لمستوى جديد بإضافة الحس الفكاهي، وكان مشهور بجملة مواليد منطقة الجزاء إكسترا مهارات. وظهر في العراق بنفس الفترة طارق حسن اللي كان لاعب كرة سلة، وخالد الحربان وحمد بوحمد من الكويت. وفي فترة الثمانينيات كان للمعلقين طفرة، مش بظهور معلقين جدد على الساحة، لا كمان ارتفاع شهرة رياضة كرة القدم عمل هاي الطفرة، والسبب هو بطولات كأس العالم، انفجار مارادونا ومساهمته بنشر كرة القدم وتسويقها، انتباه العرب للكرة أكثر مع تألق تونس والجزائر والمغرب والكويت والعراق في المحافل الدولية، انتشار التلفاز بشكل رهيب، كلها أسباب خلت لكرة القدم سمعة أحلى عند العرب، بالتالي شهرة أكثر للمعلقين. وبهاي الفترة صار للمعلق العربي سطوة في اللعبة، بمعنى إنه لاعبين ياخدوا ألقاب شخصية من المعلق. الكاتب المصري الشهير حسن المستكاوي أطلق على حسن شحاتة لقب المعلم، ردد هذا اللقب مين؟ المعلقين على المباريات، ثبتوا في عقول الناس. عدد من جمهور الأهلي وصف محمود الخطيب بلقب بيبو، لكن هذا اللقب ما انتشر إلا لما كان يحكي المعلق في المباريات. المعلق خالد الحربان أطلق على ناصر الغانم من الكويت لقب المهندس واشتهر فيه، وهيك المعلق الرياضي ما عاد مجرد ناقل واصف لأحداث المباراة، صار عنصر مؤثر مباشر على اللاعبين والأندية أنفسهم، ممكن يرفع لاعبين وينزل آخرين. ومش ممكن ما نحكي عن فترة الثمانينيات إلا ونتكلم
نتكلم عن الأستاذ أكرم صالح، فلسطيني اشتهر بالتعليق على مباريات الدوري السعودي وبطولات أوروبا، وهو من النوابغ في اللغة العربية. كمان خلينا نتوقف عند معلق رياضي، وركز معي، معلق رياضي ما أخذ حقه، لكن واحد من أيقونات، ما بدنا نحكي التعليق الصوتي العربي، هو أشمل وأعمق، واحد من أيقونات الرياضة بشكل عام. هذا المعلق طعم التعليق بعنصر الثقافة، أخذ التعليق لمستوى جديد من التثقيف، التنوير، التعليم، أضاف شيء كان مفقود في ثقافة التعليق. الكلام عن الأستاذ الأردني العملاق عثمان الجريني، واللي بدأ التعليق سنة 1980 في دورة الألعاب الأولمبية في موسكو، وتخصص في التعليق على الألعاب الأولمبية وبطولات ألعاب القوى، ومستمر حتى يومنا هذا. وبدأت في فترة التسعينيات تنقسم مدرسة التعليق إلى اتجاهين: الأول مدرسة التعليق اللاتينية صاحبة الحماس والصراخ والانفعال مع الأحداث، الثاني هو المدرسة الإنجليزية اللي ماشية على النمط إنه المهاجم يركض، يعدي من الكل، يسجل هدف تاريخي، وبعدها يجي المعلق الإنجليزي يحكي لك واو جول. والمدرسة الإنجليزية الهادئة كان ولا زال إلها معجبين، خاصة كبار السن اللي يحبوا التعليق الهادئ بدون كلام كتير وبدون حشو. تعليق يعتمد على تحليل فني واختزال الكلام في جمل قصيرة، وهذا ما جعل فترة التسعينيات بمثابة طفرة جديدة في مستوى التعليق، والناس صارت تميز بين معلق والتاني بشكل أكثر مع تشكل هوية المعلقين، لأنه صار لكل معلق مدرسة مختلفة عن التاني، لأنه المعلقين يومها خرجوا من غرفة التعليق على الدوري المحلية ودخلوا المجال الأوروبي والعالمي. الأسلوب تطور مع انتشار الفضائيات، وصار المعلق العربي يطور نفسه بنفسه عن طريق المعلومات والأدوات والتقنيات الجديدة في عالم التعليق وفي عالم ثورة الاتصالات، وبلش يظهر على الساحة تنوع عربي أكثر من شمال إفريقيا، الخليج العربي، مصر، سوريا، الأردن، والتراكم المعرفي صار يوم عن يوم يزيد عند المعلقين. لكن حتى سنة 1997 تقريبا كان كل معلق عربي مشهور في بلده فقط، حتى جاء مونديال 1998 وصار المعلق السعودي شهرة عربية كاملة، وكذلك المصري والجزائري والمغربي. وتعرفنا على حفيظ دراجي، عدنان حمد الحمادي، هشام الخلصي، حمادة إمام، صاحب الكلمات القوية والجميلة زي هاتها من الشبكة يا مكمنمن، ياه ميني آبل، وشفناه في موقف فريد من نوعه إنه كان يعلق على مباريات ابنه حازم إمام، فكان لما يسجل حازم هدف يحكي يا ولد يا حازم ويا ولد يا أحمد حسن. ليه؟ لأنه أحمد حسن هو اللي صنع الجول، كان يضطر يتكلم هيك ويحكي هيك عشان ما تحكي والله شوف مغاوز لابنه. وهذا أدب واحتراف من الكابتن الراحل حمادة إمام رحمه الله. وبلش التعليق في آخر التسعينيات يأخذ احتراف أعلى، بالأول كان أقرب لاجتهاد شخصي وفي شوية فوضى، يعني ما تستغرب لما تعرف أنه المعلق كان يترك الميكروفون ويركض في الملعب عشان يحتفل مع اللاعب اللي سجل الهدف. ومع نهاية التسعينيات وبداية الألفية الجديدة وسطوع نجم شبكة راديو وتلفزيون العرب ART واستثمارها العالي في بث البطولة، تزامن مع هاي الفترة الطفرة الأعظم في تاريخ التعليق العربي وظهور نجم عصام الشوالي، رؤوف خليف، عدنان حمد الحمادي، علي حميد، أحمد الطيب، مدحت شلبي، خالد الغول، علي محمد علي، ويوسف سيف، أسماء أنت مش محتاج أحكي لك شو قدمت للتعليق العربي، حتى لو أنت في بعض الأسماء ما تفضلها، وأخذت هذا المجال لمنحة احترافي ممتاز وتعتبر حقبة رائعة. ثم انضمام فارس عوض، فهد العتيبي، علي سعيد الكعبي، عيسى الحربين، وشفنا من سنة 2000 حتى وقت قريب أجمل وأفضل فترات التعليق العربي، وصار للمشاهد رفاهية ودلع في الاختيار. لكن قبل يومين وكأنه الأستاذ علي سعيد الكعبي استشعر أني أعمل إعداد عن هاي الحلقة، كتب تغريدة يحكي فيها أنه التعليق العربي الآن يمر بأزمة وأنه أصبحنا نسمع ضجيج أكثر، انتهى كلامه. هذا كلام في مكانه، لذلك وجب الاستثمار أكثر في المعلق الموهوب ومنح الفرصة لمن يستحق. نلقاكم في قصة جديدة مع برنامج حكواتي على شبكة سبورت 360 بلس. سلام الله عليكم.